أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصة رسائلكم. انتم تبحثوها على الفيسبوك والإنستغرام عمويا زي تي في، هاو ملحقوني ودي حنقراه لكم. الرسالة الأولى: دوري عطيل، عمرها 4 سنوات، من ولاية الديارت، تحب قناة عمويا زي كثيرا. شكرا لك دوري على هذه الرسالة، ونصحوك ونصحو كل ناس ديارت، ونصحو أمك اللي ساعدتك في هذه الرسالة. تحية لك كبيرة. تحية لك صديقتنا جوري، اسمك شباب. نحييوك صديقتنا الصغيرة ذو 4 سنوات، نحبوك بزاف. مرحبا جوري، مرحبا ناس ديارت، تحياتي لكم، نحبوكم بزاف. الرسالة الموالية تقول: السلام عليكم، اسمي مناسك عبد الجبار من السودان، أحب قناة عمويا زد جدا جدا وبرامجها المميزة. أرسل تحياتي لكم ولأهلي بالسودان وأصدقائي، وشكرا لكم على برامجكم الرائعة. شكرا لك مناسك عبد الجبار على هذه الرسالة، وانتحوا كل السودان، انتحوا عائلتك. شكرا لك مناسك على هذه الرسالة الجميلة، فرحنا بزاف في رسالتنا، نحبكم بزاف اخواننا في السودان. شكرا لك صديقنا عبد الجبار على هذه الرسالة الرائعة، وحنا نعتز بحبك لنا وبإعجابك لبرامجنا. شكرا لك ونحيوك، وتحية كبيرة سلمنا بزاف على أهلنا وناس السودان. هيا فرح، أعطينا الرسالة اللي موراها. بالطبع يا صديقتي أرنوبة، الرسالة الموالية. هذه بنتي أريج من تلمسان، ادعوا لها ربي تبرى وتتمشى وتروح تقرأ. شكرا لكم. شكرا لك أريج على هذه الرسالة، وانتحوا أمك وإن شاء الله تبراي وتروحي تقراي، تحوك. شكرا لك سيدتي على هذه الرسالة، حيوا صديقتنا أريج من تلمسان، وحنا نتمنوا لها كامل الشفاء ليها وكامل أصدقائنا المرضى، وربي يشافيهم إن شاء الله ويخفف عليهم، وأصدقائنا ذو الاحتياجات الخاصة إن شاء الله ربي كامل يكون معهم ويكون معكم أوليائهم. ثاني أيضا على بالنا بلي راكم تقدموا لهم في مجهودات كثيرة كثيرة، يعطيكم الصحة ونحبوك بزاف صديقتنا أريج الجميلة. مرحبا صديقتي أريج، نتمنى لك الشفاء العاجل، نحبك بزاف. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى. بالطبع يا صديقي، الرسالة الموالية. شهاب عبد الملك من وهران، يحب قناة عمويا زد ويتمنى لها النجاح. يدعو لوالديه وإخوته بالصحة والعافية. شكرا لك شهاب عبد الملك على هذه الرسالة، وانتحوك وانتحو عائلتك وانتحو أمك اللي ساعدتك في هذه الرسالة. شكرا لك صديقنا عبد المالك على هذه الرسالة الجميلة، احنا اللي نتمناو لك ان شاء الله النجاح، نشوفوك مراتب جد جد عالية، وندعو لك ليك ربي يحفظك وينجحك ويوفقك في حياتك ويخلي لك والديك وكامل اخواتك ان شاء الله. شكرا لك. نتمنى تكون تبقى وفي برامجنا، ومرة الجاية قلنا وش يعجبك برامج تاوعنا، حبك بزاف. هيا فرح ادينا الرسالة اللي موراها. بالطبع يا صديقتي، الرسالة الموالية. أنا نضال من باتنا من بلدية فاسديس، عمري 6 سنوات، أحبك كثيرا وأحب قناتك وبرامجك الممتعة. شكرا لك نضال على هذه الرسالة، نتحوك نتحو كل ناس باتنا. مرحبا نضال، رانا فرحانين بزاف بزاف كي رسلتنا، وشكرا لك على هذه الرسالة الجميلة، نحبك بزاف. شكرا ناس باتنا. نضال حنا تاني نحبك بزاف بزاف، وانا فرحانين بزاف. هيا فرح اعطينا الرسالة اللي موراها. الرسالة الموالية تقول: السلام عليكم، انا ام شيراز وشحناز من وادي سوف، هما ينتظراني قدومكم على شوق. متى ستكون زيارتكم في ولايتنا؟ شكرا لك تعطى على هذه الرسالة، وربي يحفظ لك شيراز وشحناز، ربي يحفظهم ويشوفهم في اعلى المراتب يا رب، وان شاء الله نجوف في اقرب فرصة لواتسوف. اكيد انا احيي صديقاتي شيراز وشحناز، شكرا لك سيدتي على هذه الرسالة، واكيد احنا نحبوا كامل اصدقائنا الاطفال، واكيد حنزوروكم في ولايتكم الجميلة، ولاية واتسوف، ولاية الرمال والجنوب الجزائري. شكرا لك، وحنا تاني نتمناو تزورينا عندنا، مرحبا بك عندنا. مرحبا سيدتي، ربي يحفظ لك شاهيناز وشيراز،
نحبوهم بزاف ومرحبا بكم عندنا. نتمنوا نزوركم في اقرب وقت لواتسو، في اقرب فرصه نزوروكم، ونشكركم بزاف، نحبوكم. هيا يا فرح قولي لي، مازال عندنا رسائل واحد اخرى نهار اليوم؟ للاسف لقد نفدوا منا رسائل نهار اليوم، لكن في الحلقه القادمه سوف ناتوا العديد من الرسائل. ما تنساوش تراسلونا باش نقراو بزاف من الرسائل ديالكم. صعبت بزاف صح، معليش اصدقائي، رانا نستنى في الرسائل تاعكم كامل كامل. تبعتونا وراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك ولا على الانستغرام عمويا زيد تي في، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. هيا هيا اصدقائي كامل بعثوا لنا، هيا يا اصدقائي راسلونا باش نقراو رسائلكم في الحلقه المقبله. نحبكم بزاف، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب.